طيب معانا تقرير، خلينا نروح كده نشوف مع بعض كل مشاهدينا تقرير صورناه ازاي بقى. صورته كاميرا يحكى ان بين اتنين كان معانا ديبيت، ام وام، ام مع التربيه الايجابيه والتانيه ضدها. ها ركزوا كويس، دي مع ودي ضد. تعالوا نشوف بقى دي هتعمل ايه ودي هتقول ايه، ويحيى يعلق معانا. بقالي 5 سنين يعني بحاول ان انا ادرس وان انا ابحث عن طرق جديده في التربيه الايجابيه. اثرت على ابني، اثرت على ابني ان انا الحمد لله انا صاحبه ابني الحمد لله. انا وهو بنتكلم كتير، بنتكلم في كل حاجه الحمد لله. انا بحس ان انا يعني قادرة أتواصل معاه بطريقة إن هو بقى يفهم مشاعري وأنا كمان بفهم مشاعره. هو أنا عندي تحفظ على كلمة التربية الإيجابية، هي كلمة حلوة إن إحنا نبقى إيجابيين في كل تصرفاتنا، بس مع ولادي وهم صغيرين أنا لازم أزرع فيهم قيم ومبادئ معينة. ما ينفعش أسيبه على راحته طول الوقت لأن هو مش عارف إيه الصح والغلط، مش عارف مصلحته فين، فلازم أنا اللي أقول له إيه الصح وإيه الغلط وأزرع فيه الصح. التربية الإيجابية بتخلينا بنقوم بكذا دور، بنفعل كذا دور مع أولادنا، ببقى مامته، ببقى أخته، ببقى كأني صاحبته في المدرسة. كل مجتمع وليه ظروفه، كل بيئة وليه ظروفها. أنا ما أقدرش أقارن تربيتي لابني هنا بالتربية اللي في الدول الأوروبية. أنا لازم أعرفه إن في قيم ومبادئ إحنا ملتزمين بيها حسب ديننا، حسب الكوميونتي أو المدينة أو الوسط اللي إحنا عايشين فيه، حسب الأخلاق اللي إحنا تربينا عليها من صغرنا. زمن مختلف، كل حاجة عن مشاع، الأولاد منفتحين جداً على كل الثقافات، وده بيأثر بطريقة مباشرة على معتقدات وعلى أفكار أولادنا. لأن في انفتاح رهيب حصل في الفترة الأخيرة، الأجيال الصغيرة بتتعرض ليه، الأجيال الصغيرة بقت عارفة معلومات أكبر بكتير من المفروض مخها يستوعبها، فلازم أعرفه إن في حدود لكل شيء. كنت زمان ممكن الجزاء ما يبقاش من جنس العمل، يعني لو حاجة صغيرة ممكن عقب عليها عقاب كبير. عقاب كبير مثلاً أنا أقوله ما فيش بلاي ستيشن لمدة أسبوع. فهمت بعد كده لا، أنت المفروض ما تخليش انفعالاتك توديك لبعيد، عشان لما يعمل حاجة غلط وتعمل العقاب الصح اللي هو الكبير بالنسبة له، يبقى ساعتها مدرك إن في تدرج في مش في العقاب. هو العقاب ليس للتعذيب. انا دايما بقول العقاب ان هو ده اللي اتعلمته من التربيه الايجابيه، هو في فرق بين العاقبه اللي هو والعقاب. العقاب ده ان انت عملت في عواقب حصلت لرد فعلك فانت لازم تصلحها. اكيد كلنا لازم نعاقب ولادنا، بس العقاب ده بيتوقف على ايه الغلط اللي هو عمله. فاول حاجه انا هبتدي اكلمه واواجهه واعرفه قد ايه انا زعلانه منك، وقد ايه انا ما كنتش متوقعه ان يحصل الموقف ده مني، وحسسه بمسؤولية التصرف اللي عمله، وقول لي ازاي هتصلح الموقف ده. الصح اللي انا اتعلمته من التربية الإيجابية ان احنا وقت ما يحصل صدام مع اولادنا لازم نستعيذ بالله، نحاول نتمالك اعصابنا وناخد بريك. يعني انا في الوقت ده بقول له انا مش هتكلم معاك دلوقتي. بيفرق اكيد طبعا، لانه هيحس ان انا في لحظة في غضب جوايا ممكن يطلع عليه بأي طريقة، فلازم يكون عامل لي حساب، عامل حساب للحظة زي دي. فبالتالي هو حبه ليا ان هو هيحافظ على زعلي وهيبقى حريص ان انا ما بقاش اي غضب يظهر مني في اي وقت. لازم تتعلم تصاحب ابنك. ان كبر ابنك خويه مش معناه ان انت تجيب له اخ، ان كبر ابنك خويه معناه ان انت تصاحبه. لو ما سمعش كلامي وهو فعلا صغير ومش قادر يحكم على الامور صح، وعارف ان هو مصمم على حاجه انا مش موافقه عليها، هضطر ان انا امشي كلامي لان انا اكيد هكون عارفه الصح اكتر منه وايه اللي يناسبه. دورنا كاباء ان احنا لازم نكون مواجبين لطريقه تفكيرهم. العلم ده قدر يحطني على الرايت تراك ان انا افهم كل سن
طريقة تفكيره إيه، المشاعر اللي بيمر بيها إيه. أنا أحب أنصح كل أب وكل أم إن هو ما يكونش سريع الغضب، مش على طول أزعق، مش على طول أكون متنرفزة، مش على طول أكون عصبية، لازم أكون هادية، لازم أتقبل أي كلمة هو بيقولها لي، ما خليهوش يخاف مني، هو يخاف على زعلي، يخاف على أني أخد موقف منه، لأنه عارف أن الموقف بتاعي أكيد هيكون حازم وصارم، بس هساعده في أي مشكلة هتواجهه مهما كانت. لازم يكون ابني عارف أن أنا أول واحدة هقف جنبه وهقف في ظهره.